الرحيم. أبنائي وبناتي لكم تحياتي. النهاردة هنكمل chapter 1 في unit 4 في thermochemistry بإذن الله. هنتكلم النهاردة على types of energy stored inside the substance. تاني هنتكلم النهاردة على types of energy stored inside the substance. الانرجي ولاد جوه substance، لو انا دخلت جوه substance وسألتها هي الانرجي عندك مستخبية فين، قالت هتكون موجودة in 3 forms، في 3 أشكال: in the atom أو in the molecule أو between molecules. تعال نتكلم الأول يعني إيه in the atom. in the atom المقصود بيها اللي هي energy of the electron. طيب أي electron بيكون عنده two types of energies، اللي هي مين؟ اللي هي potential energy والkinetic energy، واللي بعبر عنها في الآخر اللي هي energy of the level. تاني الانرجي بتاعت الالكترون بتعبر عن الانرجي اوف ذا ليفل اللي الالكترون موجود فيه. طب اي الكترون جوه الاتوم جواه كام طيب من الانرجيز؟ عنده اتنين، اللي هما مين؟ اللي هما الكينيتيك اند بوتنشال انرجي. لو عندي تو اتومز عملوا لينك مع بعض او عملوا بوند بسميها مولكيول. فين بقى البوند موجوده فين او الانرجي موجوده فين؟ موجوده في البوند. يبقى هنا ات اكزيستس ان ذا كيميكال بوند بتوين اتس اتومز، سواء كانت البوند دي كوفالنت او كانت ايونيك. طيب الفورم الثالثه بتكون في الانتر مولكيولار فورسز او الفورس اللي موجوده بتوين المولكيولز. تاني قلنا الانرجي اما موجوده جوه الاتوم في صوره كينيتيك اند بوتنشال انرجي للالكترون، او موجوده في المولكيول ومستخبيه جوه البوند سواء كانت ايونيك او كوفالنت، او في الانتر مولكيولار فورسز اللي هي بتوين المولكيولز جوه اي كومباوند، اللي هي عباره عن ايه؟ قال لي ات ريبريزنتد ان ذا انتر مولكيولار فورسز لاي فان در فال فورسز ويتش ار بوتنشال انرجيز. دي اولاد بعتبرها بوتنشال انرجي، ودي طبعا لان هي بتديبند على الديستنس وعلى الماس بتاعه كل مولكيول. تاني حاجه اولاد بتكلم او موجوده فين تاني؟ موجوده في الهيدروجين بوند. الهيدروجين بوند ديت لو تفتكروا درسناها في المرحله الاعداديه، ان الووتر بيكون بتوين المولكيولز بتاعتها هيدروجين بوند. تعال نتكلم بقى على كونسبت اسمه هيت كونتنت او المولر انثالبي. طب سؤال بقى، هي الانرجي بالظبط لو انا عندي ماتر والماتر دي عايز اعرف الانرجي بتاعتها عباره عن ايه؟ هل هي اللي جوه الاتوم ولا جوه المولكيول ولا اللي بتوين المولكيولز؟ والله الحقيقه ان الانرجي هي كل الانرجيز دي. فبقول ان الهيت كونتنت يعني محتوى اي كومباوند من الهيت اللي انا بنسميها مولر انثالبي. طبعا مولر يعني لها علاقه بالمول من السبستانس. هي السم of the stored energies in one mole of the substance، يعني بجيب مجموع الانرجيز كلها اللي في one mole من السبستانس، ودي بسميها heat content او المولر انثالبي. طيب هل السبستانسز عندها نفس المولر عندها نفس الهيت كونتنت او عندها نفس المولر انثالبي؟ لا طبعا، الكومباوندز مختلفه عن بعضها في التايب بتاع الاتومز والنمبر اوف اتومز وكمان نوع البوند وكمان الفيزيكال ستيت. فبالتالي الهيت كونتنت اللي هو الاتش او المولر انثالبي بيكون different أو differ from one substance into another. طب ليه؟ هقول due to the difference of the number and types of electrons. تاني due to the number difference of the number and the types of atoms، وكمان إيه يا مستر؟ وكمان the type of bonds between them and the physical state. يعني لو خدنا for example الووتر H2O مع مثلا الصوديوم كلورايد، الصوديوم كلورايد بيتكون من Na و Cl، عندي two atoms، هنا ان اي وهنا سي ال، لكن الووتر فيها 3 اتومز 2 اتش و1 او. البوند اللي موجوده في الووتر بتكون كوفالنت، لكن البوند اللي موجوده في الصوديوم كلورايد بتكون ايونيك. كل دي حاجات بتخلي الهيت كونتنت مختلفه من حاجه للتانيه او من كومباوند للتاني. وكمان لو انا عندي ووتر بس ليكويد ونفس الووتر ونفس الماس بس كان ايس سوليد، يعني هتلاقي الهيت كونتنت هو هو؟ لا، رغم ان هما نفس السبستنس بس اختلاف الفيزيكال ستيت بيغير لي معاها الهيت كونتنت او المولر انثالبي بتاع كل كومباوند عن التاني. سؤال بقى ما يقول لي واتس مينت باي المولر انثالبي اوف ان او 2 جاز ايكوال الرقم ده ايكوال 33.58 كيلو جول بير مول، يعني كيلو جول لكل مول. هنا يا اولاد لما يكون مديني واتس مينت باي ومديني رقم، فبقول الديفينيشن تاني واقول الرقم ده، معناه ان كل مول من ال NO2 متخزن جواه انرجي مقدارها 33.58 كيلو جول. تاني that means the sum of stored energies in one mole of NO2 gas equal 33.58 كيلو جول. طيب هنا بقى لما اجي اتكلم على بوينت مهمه في على بوينت في غايه الاهميه، هل اقدر اقيس الهيت كونتنت بتاعت السبستانس؟ لا،
قال لي صعب جدا نقيس الهيت كونتنت، لكن ممكن نقيس التشينج ان ذا هيت كونتنت، يعني الكومباوند او الحاجه اللي عندي كان الهيت كونتنت بتاعها بكام وتغير بقى بكام، فاقدر احسب التشينج. بيقول لي وي كانت ميجر ذا هيت كونتنت اوف ا سبستانس practically but we can calculate the change in the heat content عن طريق الهيت اللي بتطلع او الهيت اللي بتخش جوه الكيميكال رياكشن. انا ممكن اكون كل يوم بطلع السلم بتاع العماره بتاعتي ومش واخد بالي في كام لمبه في المدخل، لكن في يوم من الايام في لمبه انحرقت اخد بالي من التغير اللي حصل، ان فينا الكميه اللايت قلت او كميه اللايت زادت، فهنا اقدر اخد بالي من التشينج اللي بيحصل. طيب the change in the heat content بنديله الفورمولا يا اولاد او السيمبل دلتا اتش، طبعا دلتا معناها change و اتش معناها الهيت كونتنت. طيب ايه هو اصلا الهيت كونتنت او difference in the heat content او ايه هو دلتا اتش؟ ده عباره عن difference between summation of the heat content للproducts minus the heat content of reactants. يا تاني يعني دلتا اتش equal ايه يا مستر؟ الدلتا اتش اهي equal H products minus H reactants. ال H ديت المقصود بيها ال heat content بتاع ال products minus ال heat content بتاع ال reactants. خلي بالك بقى السؤال ده لما اجي احله، لما يديني مسألة ويديني equation يقول لي احسب لي الدلتا H بتاع ال reaction ده، او يقول لي احسب لي ال equation اللي change in the heat content equal كام. تاني H products minus H reactants او HP minus HR. ال P يعني products وال R يعني reactants، وخد بالك قوي من الحاجات دي لان هنعوزها واحنا شغالين. طيب ننتقل لنقطة تانية، ازاي نقيس ال change in the heat content او ال standard delta H. قال لي يا ولاد ان ال change in the heat content ده calculated في conditions معينة، pressure temperature و concentration. البريشر لازم يكون الاتموسفيريك بريشر العادي اللي هو 1 اتموسفيريك بريشر، والتمبريتشر هي الروم تمبريتشر اللي هي كام 25 سلسيوس ديجري. اما الكونسنتريشن بتاع السولوشن دايما بيكون 1 مولر او 1 مول بير لتر. طيب ذا تشينج ان ذا هيت كونتنت دلتا اتش، وخلي بالك السيركل ديت معناها ستاندرد، كان بي ايدنتيفايد فروم ذا ريليشن. بص كده يا ابني الريليشن اللي بحسب بيها الهيت كونتنت او اللي تشينج ان ذا هيت كونتنت اللي انا بسميها دلتا اتش. بص كده الدلتا اتش ايكوال نيجاتيف كيو بي اوفر الان. استنى بقى كده الموضوع بدا يغلس. نيجاتيف كيو بي اوفر الان، الاول مين الدلتا اتش؟ هي اللي تشينج ان ذا هيت كونتنت. طيب مين الكيو بي؟ ده الكوانتيتي اوف هيت سواء كانت ابزوربد او لايبريتد او ريليزد، يعني الرياكشن ممكن يطلع هيت او ياخد هيت، ممكن يدخل له كميه من الانرجي او يخرج منه كميه من الانرجي، فبديها الفورمولا كيو بي ده الكوانتيتي اوف هيت اوفر الان. مين الان ده بقى؟ الان ده النمبر اوف مولز اللي انا بشتغل بيه، يعني السبستنس اللي جوه الرياكشن لازم اعرف هو اتفاعل منها كام مول. طبعا نمبر اوف مولز افكرك بالترم الاول، نمبر اوف مولز ايكوال ماس اوفر مولر ماس. طيب الهيت كونتنت اوف ان اليمنت ايكوال زيرو، لان الاليمنت بيكون من اتومز متشابهه فالديفرنس بينهم هيكون زيرو. ركز قوي في التشارج النيجاتيف الساين دي الموجوده جوه الرول. يعني ايه؟ يعني هنا الكيو لو كانت بالبوزيتيف يبقى الدلتا اتش هتطلع نيجاتيف والعكس صحيح. تاني لو الكيو اللي عندي بوزيتيف فيطلع لك هنا هحط قدامها نيجاتيف فيطلع لي دلتا اتش بالنيجاتيف، والعكس صحيح لو كانت الكيو بي بالنيجاتيف نيجاتيف تايمز نيجاتيف تبقى بوزيتيف، يبقى الدلتا اتش هتطلع بالبوزيتيف، يبقى الكيو بي معاكس او انفرس للدلتا اتش. طيب ده مش هيوضح غير بمثال. المثال اللي هشتغل عليه يا اولاد بيقول لي كده. الاول بس خد بالك من النوتس دي، هنا الرياكشنز يا اولاد بقسمها لنوعين، في رياكشن بيطلع هيت ورياكشن بياخد هيت. الرياكشن اللي بيطلع هيت بسميه اكزوثيرميك، اللي بيمتص هيت من السراوندنج بسميه اندوثيرميك. طيب ايه الفرق بينهم؟ الدلتا اتش في الاكزوثيرميك بتكون في الاكزوثيرميك بتكون ب هنا بتكلم على الدلتا تي اللي هي اللي تشينج ان تمبريتشر، يعني اكزوثيرميك يعني الحراره هتزيد، يعني كانت تي ب 10 اصبحت ب 40، يبقى هنا الديفرنس بكام؟ 40 ماينس 10 ايكوال 30 بوزيتيف يعني. لكن الاندوثيرميك يعني بيمتص هيت، يعني التمبريتشر بتقل. يعني ايه يا مستر؟ يعني التمبريتشر كانت 50 اصبحت 20، يبقى هنا تي 2 ماينس تي 1 يبقى هنا 20 ماينس ال 50 يطلع نيجاتيف 30. يبقى هنا الدلتا تي بالنيجاتيف. ليه؟ عشان الدلتا تي بتزيد في الاكزوثيرميك والدلتا تي بتقل في الاندوثيرميك. لكن الثيرمال انرجي الكيو، الكيو هتطلع بوزيتيف والكيو هنا هتطلع بالنيجاتيف، لان انا قلت كيو دلتا اتش ايكوال دلتا اتش 2 ماينس اتش 1، وهنا اتش 2 اقل من اتش 1، الصغير ماينس الكبير يطلع لك بالنيجاتيف.
التشينج ان ذا هيت كونتنت بقى دلتا اتش عكسهم زي ما قلت لك في الرول اللي فوق. الدلتا اتش في في الاكزوثيرميك بتكون نيجاتيف والاندوثيرميك بتكون بوزيتيف. يبقى اول ما الاقي الدلتا اتش في الايكويجن نيجاتيف افهم من كده ان الرياكشن ده بيطلع هيت، يعني التست تيوب اللي عامل فيها الرياكشن بتسخن. لو كانت الدلتا اتش بالبوزيتيف افهم من كده ان الرياكشن ده اندوثيرميك وبيمتص هيت، وبالتالي التست تيوب بتكون بارده جدا. طيب بص بقى خد اكزامبل كده، بيقول لي كالكوليت ذا كوانتيتي اوف هيت ريليزد. ريليزد يعني رياكشن اكزوثيرميك. بيرنينج 5.76 جرام اوف ميثين جاز اللي هو سي اتش 4 ان اكسس اماونت اوف اكسجين ات كونستانت بريشر اكوردنج تو ذا رياكشن. سي اتش 4 ده الميثين بلس 2O2 ده الاكسجين هيدينا كربون دايوكسيد اند ووتر فيبر منه 2 مول. دلتا اتش ايكوال نيجاتيف 890 كيلو جول بير مول. الدلتا اتش ده اللي تشينج ان ذا هيت كونتنت، ده اللي تشينج ان ذا هيت كونتنت بتاعت الرياكشن كله. طيب هنا بيقول لي ايه يا ولاد؟ بيقول لي احسب الكوانتيتي اوف هيت ريليز، عايز احسب الكوانتيتي اللي هتطلع. طيب بسيط قوي، ركز معايا بقى، اللي هي الكيو بي. المولر ماس اوف ميثين بكام؟ السي ب 12 والاتش ب 1 تايمز 4، يبقى 12 بلس 4 ايكوال 16 جرام بير مول. اركن دي على جنب. انا حرقت قد ايه؟ 5.76 جرام من الميثين، لازم اعرف كام مول. ليه؟ لان الرول بتقول لي ان الدلتا اتش ايكوال كيو بي اوفر الان، فلازم اعرف انا معايا كام مول. فالمولز بتساوي المولر الماس اوفر المولر ماس. الماس عندي 5.76 والمولر ماس طلعناها ب 16، اذا النمبر اوف مولز ايكوال 5.76 ديفايدد 16 تطلع 0.36 مول. يبقى ده النمبر اوف مولز 0.36. ارجع للرول، الدلتا اتش ستاندرد بتساوي نيجاتيف كيو بي اوفر الان. طيب كل اللي هتعمله انك هتعوض، انا عايز اجيب مين؟ انا عايز اجيب الكيو بي، اعمل كروس مالتيبليكيشن. يبقى هنا النيجاتيف كيو بي ايكوال دلتا اتش تايمز الان. طيب هي الدلتا اتش بكام؟ الدلتا اتش عندي بنيجاتيف كام؟ نيجاتيف 890. خلاص كده؟ يبقى هنا ده معناه الدلتا اتش تايمز الان بتساوي نيجاتيف كيو بي، يبقى الكيو بتساوي نيجاتيف دلتا اتش تايمز الان. طب الدلتا اتش عندها اصلا بالنيجاتيف، يبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف تايمز الان اللي هي النمبر اوف مولز هيطلع 320 320.4 كيلو جول. يبقى الرياكشن ده نوعه ايه؟ اكزوثيرميك. ليه يا مستر؟ لان الكيو بي بالبوزيتيف اما الدلتا اتش بالنيجاتيف. تاني هنا الرول بتقول لي ان الدلتا اتش ستاندرد بتساوي نيجاتيف كيو بي اوفر الان. انا مديك ماس، حولها المول على طول، ماس اوفر مولر ماس، طلع لك نمبر اوف مولز اللي هي الان. اعمل بقى كروس مالتيبليكيشن وخلي بالك ان في نيجاتيف قدام الكيو بي. المساله اللي بعديها بيقول لي ايه يا ولاد؟ بيقول كالكوليت ذا اماونت اوف ابزوربد هيت، يعني الرياكشن ده هيكون اندوثيرميك ديو تو ذا ديكومبوزيشن، تفكك 85 جرام اوف امونيا جاز according to the following equation. NH3 gas هعمله decomposition هفككه الهاف N2 plus 3 over 2 H2 gas والدلتا H positive 46 كيلو جول. positive يعني endothermic، مدينا المولر ماس للN والH، طبعا هجيب منها المولر ماس بتاعة الكمباوند اللي هي الأمونيا. عندي كام جرام؟ 85. الأول نحسب المولر ماس للأمونيا NH3، ال N 14 والبلس 3 يطلع 17 جرام، يبقى المولر ماس ايكوال 17 جرام بير مول. احسب نمبر اوف مولز، يلا الماس على المولر ماس، الماس ب 85 اوفر 17 تطلع 5 مولز، يبقى هنا الماس دي 5 مول. اكتب الرول يا حبي، دلتا اتش ستاندرد ايكوال نيجاتيف كيو بي اوفر الان. طيب يبقى الكيو بي بتساوي ايه؟ نيجاتيف دلتا اتش تايمز الان. بعمل كروس مالتيبليكيشن، طيب نيجاتيف وحط الدلتا اتش عند 46 تايمز الان اللي هي ب 5 يطلع نيجاتيف 230 كيلو جول. خد بالك الاندوثيرميك رياكشن الكيو بتطلع بالنيجاتيف، اما الاكزوثيرميك بيطلع الكيو بالبوزيتيف. الدلتا اتش عكس الكيو بي، الدلتا اتش لو نيجاتيف يبقى رياكشن اكزوثيرميك بيطلع هيت، والعكس صحيح. طيب بص بقى في المساله الذكيه دي كان جايبها في امتحانات المعاصر من كام سنه. بيقول لي the opposite figure represents the process of heating 500 gram of water by thermal energy resulted from burning olive oil. انا هنا بعمل هيتنج لكميه من الميه مقدارها 500 جرام عن طريق الاوليف اويل. طبعا الاوليف اويل ده بيتحرق. قال لي الانيشال تمبرتشر بتاعت الووتر كانت 21 والدلتا اتش بتاعت البيرنينج اوف الاوليف اويل بتساوي نيجاتيف 41، يعني ده اكزوثيرميك، يعني هو اصلا كده كده بيتحرق يعني بيطلع هيت.
والاماونت اوف لوست هيت ايكوال 28. يعني ايه؟ اصل الرياكشن ده او السيستم ده مش ايزوليتد، يعني في كميه من الهيت هتتسرب للسراوند، فلازم اخد بالي واعمل حسابي عليها وانا بحسب. السؤال بقى احسب للفاينل تمبريتشر اوف ووتر، هو الانيشال بكام؟ الميه في الاول 21، ركز كده الفكره. الووتر هحرقها سوري الليف اويل هيتحرق هيطلع هيت، مين اللي ياخدها؟ البيكر والووتر، والووتر هيحصل له انكريز في التمبريتشر بتاعته. احسب لي بقى التمبريتشر هتوصل كام. طيب بالراحه خالص كده وركز معايا. قال لي افتر ذا كومبليت اوف بيرنينج 2.97 جرام اوف اوليف اويل. هنا بقى الماس اللي اتحرقت من الاوليف اويل 2.97 جرام، هستفيد منها؟ طبعا هستفيد منها. بص يا سيدي تاني، هنا الاوليف هيتحرق هيطلع هيت هيكتسبها الميه، يبقى التمبريتشر بتاعتها هتزيد من 21 لرقم انا معرفوش. اول حاجه عشان احل المساله دي لازم افكر ايه هي الاستراتيجي اللي حل بيها. هي الاول هي الاماونت اوف هيت ريليزد فروم بيرنينج 2.97 جرام من الاوليف اويل ايكوال ايه؟ انا عايز اجيب الكيو ايكوال دلتا اتش تايمز الام اللي هو النمبر اوف مولز يعني. طيب هنا خلي بالك الكيو بي اللي هي بتاعت الاوليف ايكوال دلتا اتش تايمز الام. طب يا مستر ليه حاطط ام هنا؟ بص بقى الفاليو اوف دلتا اتش از استيميتد ان يونت كيلو جول بير جرام ذن ذا ماس ويل بي ماس. تاني كده لو خدت بالك من اليونت اللي مكتوبه في التيبل هتلاقي ان هنا دلتا اتش بتساوي كيلو جرام كيلو جول بير جرام، يبقى بدل ما اخد النمبر اوف مولز لان هي كانت هناك بالمول كيلو جرام بير مول، لا هنا كيلو جرام بير جرام كيلو جول بير كيلو جول بير جرام، فاشتغل بالماس مش بالنمبر اوف مولز، يبقى احط الماس عادي جدا بقت نيجاتيف دلتا اتش تايمز الام اللي هي الماس. الدلتا اتش كانت بنيجاتيف 41، خلي بالك ان في نيجاتيف بره، الماس عندي ب 2.97 دخل النيجاتيف جوه يبقى نيجاتيف تايمز نيجاتيف بالبوزيتيف تطلع 121.77 كيلو جول. الاماونت اوف هيت ريكواير تو هيت 500 جرام اوف ووتر ايكوال الريليزد هيت ماينس اللوست. يعني مش الاوليف اويل، الاوليف اويل ده هيتحرق هيطلع هيت، مين اللي هيكتسبها؟ الميه. طب هل الميه هتكتسب كل الهيت ديت؟ لا طبعا لان في كميه لوست، يبقى ده معناه ان اللي هيكتسبه الووتر هو الريليزد انرجي من اللي طالعه من البيرننج من الاوليف اللي انا حسبتها ب 121.77 بس بعد ما اشيل منها الانرجي اللي هتتسرب او اللي هي اللوست اللي هو مديني الفاليو بتاعتها. طيب يبقى هنا الكيو اوف ووتر ايكوال الكيو بي للاوليف ماينس الكيو بي اللي هي اللوست. طيب يبقى هنا يا اولاد بقول 121.77 دي اللي احنا حسبناها طالعه من الاوليف ماشي ماينس ال 28، مين ال 28 ديت؟ اللوست انرجي، هيطلع لي ب 93.77 كيلو جول. طب الرول بتاعتنا الكيو بشتغلها بالجول عادي جدا، عشان احول من كيلو جول لجول تايمز 1000 يبقى هحول هنا تايمز 10 باور 3 او تايمز 1000 تطلع ب 93077 جول، يبقى انا كده عرفت الكيو بي بالجول بتساوي 93.7 93770 جول. حلو، هات بقى الرول الاولانيه خالص اللي هي الكيو بي ايكوال ام سي دلتا تي. طيب انا عايز احسب مين؟ دلتا تي بتساوي ايه؟ الدلتا تي ايكوال الكيو بي اوفر ام سي. طيب هي الكيو بي ب 93770 الماس بكام؟ 500 جرام اللي انا بسخنها، والسي اللي هي السبيسيفيك هيت للووتر 4.18. اعمل بقى بالكالكوليتر بتاعتك تطلع 44.87 سلسيوس ديجري. ده مين؟ ده الدلتا اتش. ارجع تاني بقى دلتا اتش بتساوي كام؟ دلتا اتش ايكوال تي 2 ماينس تي 1، اذا التي 2 بتساوي دلتا اتش بلس تي 1، يبقى هنا 44.87 بلس تي 21 اللي هي الانيشال تمبريتشر يطلع بكام؟ 65.87 سلسياس ديجري. تاني اهم من حل المساله اكون فاهم فكره المساله وعايز يحسب ايه. طيب تعال نخش على الاول لفكرك تاني، الاوليف اويل بيتحرق بيطلع هيت تكتسبها الميه، هل كل الهيت اللي خرجت من الاحتراق بتاع الاوليف خدتها الميه؟ قال لك لا، الراجل كتر خيره ساعدك وقال لك ان في كميه من الانرجي هتفقد، اللوست ايكوال 228، فكل اللي انا عملته حسبت الكيو بي اللي هتطلع من احتراق ال 2.97 جرام من الاوليف، وهنا اخدت الرول بدل ما دلتا اتش تايمز الان خدتها تايمز ام، الان نمبر اوف مولز، الام هي الماس. طب ليه عملت كده؟ لانه مديني ال هنا الدلتا اتش كيلو جول بير جرام، فهشتغل بالماس مش بالنمبر اوف مولز. وبكده نكون خلصنا المساله.
طيب بص السؤال ده بيقول لك calculate the change in the heat content for the following reaction. بديني 2C2H2 gas plus 5O2 gas هيطلع 4CO2 plus 2H2O gas. Knowing that the heat of the heat content اللي هي ال H بتاعت الأسيتايلين اللي هو C2H2 ده ب 226.75 كيلو جول، كربون دايكسيد نيجاتيف 393.5 كيلو جول، وللووتر ايكوال نيجاتيف 285.85 كيلو جول. احل المساله ازاي؟ هحلها من الرول الاولانيه خالص. الدلتا اتش بتساوي الهيت كونتنت للبرودكت اللي هم الاربعه كربون دايكسيد واثنين ووتر ماينس الهيت كونتنت بتاعت مين؟ بتاعت الرياكتنس اللي هي اثنين اسيتايلين وبس. الله، طب والاوتو يا مستر؟ ما انا لسه قايل لك ان الهيت كونتنت بتاعت الاليمنت زيرو، الاكسجين ده اليمنت، يبقى الهيت كونتنت بزيرو و5 تايمز زيرو ايكوال زيرو. يبقى هقول هنا كل اللي اعمله ان هعوض 4 تايمز الكربون دايكسيد بكام؟ نيجاتيف 393.5 في براكت بلس افتح براكت 2، خليك اشتغل معايا بالكالكليتر، 2 تايمز نيجاتيف 285.85 واقفل البراكت، ماينس افتح براكت تاني 2 تايمز 226 بالكالكليتر وتطلع دلتا اتش بتاعتك، وخلي بالك هتطلع بالنيجاتيف، يعني معنى كده ان الرياكشن اكزوثيرميك. دي فكره مساله ثالثه. طيب تعالى بقى نتكلم على حاجه اسمها الثيرموكيميكال ايكويشن. يعني ايه ثيرموكيميكال ايكويشن؟ الثيرموكيميكال ايكويشن دي ليها ديفينيشن مهم جدا. هل دي بتختلف عن الايكويشنز العاديه؟ لا يا حبيبي، ما بتختلفش عن الايكويشن العاديه الا في حاجه صغيره قوي، اللي هي ايه؟ اللي هي سيمبليك ايكويشن. سيمبليك ايكويشن ديت معناها بكتب فيها السيمبلز عادي جدا، بس فيها الكومباين باي ذا هيت تشينج، يعني بيقول لي اذا كان الرياكشن اندوثيرميك ولا اكزوثيرميك. يبقى هنا assembly chemical equation that includes the heat change accompanying the chemical reaction and its heat change is represented in the equation as one of the reactants. ده كده ولاد لما اجي اكتبها it must be balanced، يعني H2 plus half O2 هيدينا H2O، وكاتب لي الدلتا H equal negative 285.8 كيلو جول بير مول. طيب هنا قال لي ممكن اكتب الكوفيشنتس في صوره فراكشن عادي، يعني ممكن اكتب هاف او كوارتر، لان انا عايز احسب لكميه معينه. طبعا الفيزيكال ستيت لازم تتكتب، ليه؟ لان الفيزيكال ستيت لو اتغيرت بيغير الايه؟ الدلتا اتش. The physical state of the reactants and the products must be written. H2 gas plus half O2 gas هيدينا H2O vapor والدلتا اتش ستاندرد نيجاتيف 242 كيلو جول بير مول. لما غيرنا الفيزيكال ستيت، خلي بالك اللي فوق كان جاز وجاز طلع ليكويد، الدلتا اتش برقم، لما ادانا ووتر فيبر الدلتا اتش اتغيرت. طيب اللي بعديها بوتينج ا بوزيتيف اور ا نيجاتيف ساين، بحط البوزيتيف والنيجاتيف ساين دي بيسايد الدلتا اتش، يعني الدلتا اتش لو بوزيتيف يبقى الرياكشن ده اندوثيرميك، لو كان بالنيجاتيف يبقى الرياكشن ده اكزوثيرميك. يعني هنا N2 plus N2 gas plus 2H2 gas هيدينا N2H4 liquid والدلتا H positive 91 كيلو جول. ده معناه ايه يا مستر؟ ان هنا الدلتا H هنا equal 91 وبالpositive يبقى reaction endothermic. طب بص على تحتيها CH4 gas مع الـ 2O2 gas هيدينا CO2 gas plus 2H2O vapor والدلتا H equal negative 890 كيلو جول per mole. ده معناه ان الرياكشن ده exothermic، يعني بيطلع هيت. طيب هل ممكن يا مستر اعمل لها ملتيبليكيشن؟ اه طبعا، بس لو عملت لها ملتيبليكيشن او عملت لها ديفيجن بيكون لكل الايكويشن. يعني مثلا بيقول لي when multiplying or dividing the coefficients of the two sides of the equation with a certain numerical coefficient the same operation must be carried out on the delta h. يعني هنا الايكويشن H2O solid هتتحول ل H2O liquid، الميه هتتحول من solid لليكويد، من ايس لميه. الدلتا اتش ايكوال بوزيتيف 6، طب لو عملت لها ملتيبيكيشن 2، يعني قلت 2 H2O solid هتتحول ل 2 H2O liquid، لازم ما انساش معايا الدلتا اتش، خدها معاك. انت عملت هنا تايمز 2 يبقى الدلتا اتش هي كمان تايمز 2، يبقى هنا ال 2 مول من ال H2O السوليد عشان تتحول ل 2 مول ليكويد، يبقى هنا محتاجين نابزورب 12 كيلو جول. تمام كده؟ طيب بص الحته اللي جايه مهمه جدا، بيقول لي وين ذا بروسيس اللي هي the direction of the reaction is inverted، يعني هعكس الرياكشن، يعني H2O S اتحولت ل H2O liquid،
الدلتا اتش بوزيتيف 6. طب لو انا قلبت الدايركشن يعني جبت الرياكتنتس مكان البرودكتس والبرودكتس مكان الرياكشن الرياكتنتس، يعني قلت H2O ليكويد هحولها ل H2O سوليد، هنا لازم اعكس الساين بتاعه الدلتا اتش، يبقى الدلتا اتش هنا ايكوال نيجاتيف 6 كيلو جول بير مول. كل دي نوتس لازم اخد بالي منها كويس جدا 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 على الثيرمو كيميكال ايكويشن، لان هي هحتاجها في الحل مهم جدا. هنا بقى نتكلم على التايبس اوف رياكشنز اكوردنج تو التشينج ان هيت، اندوثيرميك واكزوثيرميك، وده الحصه اللي جايه باذن الله. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كان معكم مستر نور.